الحمد لله، الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى برهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله ذو الفضل العظيم. نعم عباد الله، التقوى سبب من أسباب جعل الإنسان يميز بين الحق والباطل وبين الظلام والنور. ثم اعلموا عباد الله أن الدعاء من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات ومن أسمى القربات، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. ومما يدل على قيمة الدعاء ومنزلته وفضله ما كان عليه أنبياء الله جل وعلا من كثرة الدعاء لله عز وجل، فهم يدعون الله جل وعلا في جميع أحوالهم، يظهرون ذل عبوديتهم أمام عز ربوبية الله عز وجل، ينطرحون على عتبات مولاهم، ويتعرضون لنفحاته، ويحتاجون إليه في كل لحظة من لحظات حياتهم. وإذا تأملنا في كتاب الله عز وجل نجد أحوال الأنبياء مع الدعاء لله عز وجل ظاهرة. فهذا نوح عليه السلام يدعو الله عز وجل فانتصر الله جل وعلا له من القوم الكافرين. قال جل وعلا: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وهذا إبراهيم عليه السلام يدعو الله عز وجل كثيرا وطويلا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ثم يثني على ربه جل وعلا قائلا: إن ربي لسميع الدعاء. وهذا أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وهذا زكريا عليه السلام يدعو ربه ويسأله الولد: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. واستجاب الله جل وعلا لزكريا ووهب له ابنه يحيى، وأصلح الله جل وعلا له زوجه. ومريم عليه السلام تدعو الله عز وجل فيستجيب الله لها. وهكذا يونس
عليه السلام في بطن الحوت حينما دعا وذكر الله جل وعلا وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله جل وعلا له ونجاه من الكرب العظيم. وإذا ما طفنا في كتاب الله عز وجل وذهبنا إلى سير الأنبياء والمرسلين وجدناهم يدعون الله عز وجل، بل إنهم يتمسكون بالدعاء لله عز وجل في جميع أحوالهم وفي جميع شؤونهم وأمورهم. وهذا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الأنبياء دعاء لله عز وجل، فلقد كان يدعو الله عز وجل قائما وقاعدا وعلى جنب، يدعو الله في حال السفر والحضر وفي حال السلم والحرب، يدعو الله جل وعلا في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم. وكان يظهر من التذلل لله عز وجل ما سجلته دواوين السنة النبوية، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل دعاء متضرع خائف متوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى. ولذلك عباد الله، هذا الدعاء من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات والقربات، وقد يسره الله عز وجل على العباد. ذلك أن الدعاء لا يحتاج إلى كلفة ولا إلى عناء، وإنما يحتاج إلى بعض الشروط والآداب، وهذا ما سأذكره بإذن الله جل وعلا في خطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الدعاء عبادة من العبادات، حتى يستجيب الله جل وعلا لك أيها المسلم دعاءك عليك أن تلتزم بهذه الشروط وبهذه الآداب. من ذلك أولا إخلاص النية لله عز وجل، فالدعاء عبادة من العبادات، والله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الأمر الثاني عبد الله، عليك حينما تدعو الله عز وجل أن يكون قلبك حاضرا حال الدعاء، وأن تستجمع نفسك. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله دعاء من قلب غافل أو لاهٍ. ولذلك من الناس من يدعو بلسانه وقلبه شارد في أودية الدنيا، فعليك يا عبد الله إذا دعوت أن يواطئ القلب اللسان فيما تدعوه، فيما تدعو ربك به سبحانه وتعالى. كذلك عليك بالابتعاد عن المطعم الحرام والملبس الحرام والمشرب الحرام، فإنها مانع من موانع إجابة الدعاء. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله جل وعلا من انغمس في الحرام أكلا وشربا ولباسا؟ كذلك عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا رفع يديه صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا من آداب الدعاء. وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وترفع الأيدي في المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا عباد الله،
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا يكرر الدعاء ثلاثا. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحب الإلحاح في الدعاء، فألحوا على ربكم يا عباد الله بالدعاء، كرروا دعواتكم وأكثروا منها يستجيب الله جل وعلا لكم. أيضا عباد الله، من آداب الدعاء استقبال القبلة ما أمكن، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان إذا دعا استقبل القبلة صلوات ربي وسلامه عليه، وهو ليس شرط في قبول الدعاء. أيضا عباد الله، ينبغي للإنسان إذا دعا ألا يدعو دعاء مستغن عن الله عز وجل، وإنما يعظم الرغبة، وإنما يعظم المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يدعو الإنسان بقول اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعظم الرغبة، ليعظم الرغبة. ولأجل ذلك من الخطأ ما يقع فيه بعض المسلمين حينما يدعون، يقولون اللهم اغفر لي إن شاء الله، أو حينما يدعو لغيره يقول أسأل الله أن يغفر لك إن شاء الله. لا شك بأن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عباد الله، من الآداب المهمة حينما يدعو الإنسان أن لا ييأس من طول الإجابة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجز، يقول دعوت فلم يستجب لي، يقول دعوت فلم يستجب لي. ولذلك الإنسان عليه الدعاء وعلى الله جل وعلا الإجابة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من دعوة يدعو بها مسلم إلا استجاب الله تعالى له بإحدى ثلاث: إما أن يستجيب له، أو أن يدفع له من الشر مثلها، أو أن يدخر له من الثواب مثلها يوم القيامة. وأيضا ينبغي التنبه إلى أن الدعاء بإثم أو قطيعة رحم مردود على صاحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، أو قطيعة رحم. والواجب على الإنسان أن يوقن وأن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن الله تعالى القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يستجيب لك يا عبد الله، متى ما إن أحسنت الظن بالله عز وجل. عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى قريب مجيب الدعاء. قال سبحانه وعز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فادعوا الله عز وجل على الدوام والاستمرار، يستجيب الله جل وعلا لكم الدعاء. ادعوا الله لأنفسكم ولذراريكم ولجميع المسلمين والمسلمات. أسأل الله تعالى في هذا المقام أن يغفر لي ولكم أجمعين، أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، كما أسأله جل وعلا أن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا رئيس الدولة ونوابه وجميع حكام الإمارات أن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى. وأسأله جل وعلا أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وندعو الله تعالى مستغيثين، رافعين أيدينا، مقتدين بحبيبنا صلى الله عليه وسلم حينما استسقى، فنقول اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا،
اللهم أغثنا غيثا مغيثا سحا غدقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم اسق البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وأغث أوطاننا بالأمطار النافعة يا رحمن. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد.